بسم الله، النهاردة إن شاء الله محاضرة مهمة من محاضرات الكرونيك كيدني ديزيز، محاضرة ريليتد لشغلنا كلنا. مفيش حد كلى في ناس كلى ما بتشتغلش زرع، ناس كلى ما بتشتغلش مش عارف ايه، بس مفيش حد ما بيشتغلش كرونيك كيدني ديزيز، ومفيش حد ما بيعالجش انيميا من كرونيك كيدني ديزيز. فبالتالي احنا النهاردة تكملة لسلسلة محاضراتنا على نيفروتيوب هنتكلم على الأنيميا مانجمنت ان سي كي دي، والأنيميا مانجمنت ان سي كي دي هنقسمه على محاضرتين. النهارده هنتكلم على الإيزا ثيرابي، الإيزاز ثيرابي، والمحاضرة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم على الأيرن والحاجات التانية زي الكارنيتين والأندروجينز والحاجات دي، والحاجات الجديدة زي الهايبوكسيك انديسبل فاكتور والحاجات دي. زي ما بنقول في بداية كل محاضرة ان الباوربوينت بتاع كل محاضراتنا الويبينارز كلها موجودة على nefrotube.com، والمحاضرات كلها متسجلة في فيديو انجليزي وعربي على اليوتيوب تشانل بتاعتنا nefrotube. في الديسكريبشن بتاع كل فيديو، تحت كل فيديو على اليوتيوب تحتيه الديسكريبشن بتاعه فيه لينك للباوربوينت، وزي ما احنا متعودين على الجروب بتاع الفيسبوك ان احنا بنحط اسئلة وكيسز ريليتد للويبينارز بتاعتنا، وبنشير حاجات تانية. واللي حابب يعمل لي فولو على تويتر او يعمل لايك للفيسبوك بيج يا ريت. احنا اتكلمنا ده ثالث ويبينار في السي كي دي، احنا خلصنا اكيوت كيدني انجري وده ثالث ويبينار في السي كي دي. اتكلمنا اول ويبينار على ديفينيشن كلاسيفيكيشن كوزز اند دايجنوزز، اتكلمنا على في ثاني ويبينار باثوجينيسيس والبروجريشن اوف كومبليكيشنز. النهارده ان شاء الله هنتكلم على انيميا ان سي كي دي، والمره اللي جايه برضو انيميا ان سي كي دي. احنا بنشرح مين للكتاب اوكسفورد هاند بوك اوف نيفرولوجي اند هايبرتنشن، بس الحقيقه الكور الاساسي في محاضره النهارده هو اوكسفورد هاند بوك وكل حاجه، بس الكور الاساسي هو الجايد لاينز المتاحه لعلاج الانيميا ان سي كي دي، الكيديكو جايد لاينز. هي نازله في 2012 الحقيقه، يعني هل من 2012 لغايه النهارده ما فيش اي ابديتس؟ الابديتس اكتر في الحاجات اللي هي الفيوتشر ثيرابيز زي الهايبوكسيك انديسبل فاكتور والحاجات دي اللي هنتكلم عليها المحاضره اللي جايه. وفي في ترايلز نازله السنه دي، ترايل نازله السنه دي مهمه هنتكلم، يعني لو في حاجه ابديتد هنجيب سيرتها ان شاء الله في هنجيب سيرتها في السكه. طيب مبدئيا كده قبل ما نبتدي على العلاج، ليه عيان السي كي دي محتاج اريثروبويتنج ستيميليتنج ايجنتس؟ هو نورمالي ايه اللي بيحصل في جسمنا؟ نورمالي ان احنا لو جسمنا دخل في هايبوكسيا ان في لو بلاد اوكسجين، ده بيستيميليت الكيدنيز والليفر وخصوصا الكيدنيز انه يطلعوا الاثروبويتين هرمون. الاثروبويتين هرمون بيطلع تقريبا بنسبه 90% من الكلى و10% من الكلى. الاثروبويتين هرمون بيوصل عن طريق البلاد ستريم للبون مارو ويؤدي الى زياده الريد بلاد سيلز. ده نورمالي اللي بيحصل في جسمنا، واحنا جسمنا نورمالي بيخش على طول في فيسيولوجيا هنسميها فيسيولوجيكال هايبوكسيا، عملت اكسرسايز عملت مجهود على طول انا محتاج اريثروبويتين هرمون يبقى شغال. عيان الكلى طبعا بيبقى عنده دامجد كيدني تيشو، والدامجد كيدني تيشو ده هيؤدي الى ان المين بالك اوف اريثروبويتين هرمون في جسمنا هيقل، وده هيؤدي الى الانيميا اوف سي كي دي. نقطه مهمه جدا كمقدمه برضو، والنقطه دي المقدمه دي السلايد دي بالذات مهمه جدا لمحاضره المره دي ومحاضره المره اللي جايه، هي قصه حياه الريد بلاد سيل من اول ما هي في الستيم سيل لغايه ما توصل للماتيور ريد بلاد سيل، من اول ستيم سيل لغايه ما اوصل للماتيور ريد بلاد سيل. انا بمر بمراحل نمو متعدده. اللي يهمني في السلايد دي ناخد بالنا ان قصه حياه الريد بلاد سيل مقسومه تلتين تقريبا وتلت تقريبا، او اكتر من التلتين واقل من التلت. الجزء الاولاني من قصه حياه الريد بلاد سيل تماما عشان يحصل ماتيوريشن معتمده تماما على الاريثروبويتين هرمون ايبو ديبندنت، ولكن اول ما اوصل للاريثروبلاست عشان اكمل للريد بلاد سيلز انا محتاج تماما ايرن ديبندنس. يبقى نمو الريد بلاد سيل محتاج في الاول اريثروبويتين وبعد كده ايرن. المهم النقطه دي في ايه؟ المهم النقطه دي في ان انا لما اجي اتكلم دلوقتي على اريثروبويتين هقول ان انا ما ينفعش ادي العيان اريثروبويتين من غير ما يكون العيان الحديد اللي عنده كفايه. انا لو اديت العيان اريثروبويتين فوق الاريثروبويتين الريد بلاد سيلز هتقف هنا عند الستيج دي في المرحله دي، مش هتعرف تكمل لان العيان ما عندوش حديد. فبالتالي لازم العيان يبقى مليان حديد الاول بالصوره اللي احنا هنشرحها بالتفصيل المحاضره اللي جايه ان شاء الله، وبعد كده ابتدي اريثروبويتين عشان اضمن ان يحصل
full maturation للريد بلاد سيل. نقطة أخيرة كمقدمة، الإيبو أما بيجي يشتغل على الريد بلاد سيل بريكيرسورز بيمسك في حاجة اسمها إيبو ريسبتور. إيبو ريسبتور على الـ RBCs الـ immature red blood cells. إيه أهمية الإيبو ريسبتور ده؟ أهمية الإيبو ريسبتور ده هتبان لما أجي أتكلم عن حاجة اسمها الـ pure red cell aplasia. يبقى دي جائزة مقدمة لعيان الـ CKD محتاج ريتروبوتينج ستيميليشن، وقصة حياة الريد بلاد سيل معتمدة ازاي على الإريثروبويت المعتمدة ازاي على الحديد والإيبو ريسبتور زي ما كان. تعالى بقى نتكلم المحاضرة النهاردة وزي تقريبا كل محاضراتنا هي براكتيكال تماما. أنا عايز أعرف أتعامل مع العيان ازاي، إمتى أزود إيبو، إمتى أقلل إيبو، أبتدي بأنهي جرعة، أتابع كل قد إيه، أما يبقى فيه ريزيستنس والعيان مش مستجيب أعمل إيه. هو ده الهدف الأساسي من المحاضرة. طيب مبدئيا قبل ما أبتدي إذا ثيرابي أنا عندي خطوتين. الخطوة الثانية هي إن أنا أدي العيان إريثروبوتينج ستيميليتنج. الخطوة الأولى إن أنا محتاج أعمل العيان إيفاليويشن قبل ما أبتدي إريثروبوتينج ستيميليتنج. قبل ما أتكلم على الإيفاليويشن هسألكوا سؤال، هي الأنيميا أوف سي كي دي، خد بالك في فرق بين جملتين أو كلمتين، أنيميا أوف سي كي دي وأنيميا إن سي كي دي. أنيميا أوف سي كي دي يعني السي كي دي كرونيك كيدني ديزيز في حد ذاته، نوع الانيميا اللي عملها ايه؟ نوع الانيميا اللي عملها زي اي كرونيك كيدني ديزيز المفروض تبقى نورموسيتيك نورموكرونيك انيميا. انما انيميا ان سي كي دي، ان سي كي دي العين سي كي دي ممكن او هو عرضه لكل انواع الانيميا اللي تتخيلها في حياتك، لان العيان ده بيحصل له مالتيبل كوموربيديتيز ممكن تؤدي الى اي نوع من الانيميا. وغالبا ده الدارج في كل العيانين بتوعنا. عشان كده احنا بنقول هنا ايه presence of other type of anemia غير النورموسيتيك نورموكروميك may point to another cause of anemia غير CKD، حاجه on top of CKD اللي هو غالبا زي ما هنشرح دلوقتي اغلبها بتبقى iron deficiency. عشان كده مهم احنا نصلح الحديد في العيان ده. وعايز اقول بقى برضو معلومه بخصوصا في CKD وخصوصا كل لما الستيج تبقى اعلى، يعني ستيج 3 4 5 اعتمدنا على شكل ال red blood cells في CBC يعني normochromic normocytic hypochromic microcytic normal ممكن ما يبقاش اكريت قوي، لان هو العيان ده ممكن يبقى عنده multiple etiologies في انيميا، غير ان ال life span وال healthy life بتاعت ال red blood cells ما هيش سليمة بنسبة 100%، فممكن يبقى فيه يعني ال CBC توهك يقول لك مايكروستيك هايبوكروميك وهو مع حاجات تانية غير الار ديفيشنس. ولكن whatever صورة السي بي سي غير طبيعية معناه ان العيان عنده انيميا and I have to evaluate the patient قبل ما ابتدي erythropoietin stimulating agent. طب انا عايز evaluate the patient ليه الاول؟ عشان لو في cause اقدر اصلحه قبل ما ادي erythropoietin اصلحه، عشان ما اديش erythropoietin stimulating agent والعيان في الاخر ما يستجبش نتيجة العيان اصلا عنده سبب تاني on top of CKD هو اللي عامل الانيميا. طب اعمل ايه؟ كديو جايد لاينز قالت الايه، هنقول كديو قالت ايه واللي بيتعمل ايه. الكديو طبعا قالت لازم طبعا تجيب سي بي سي، ابسولوت ريتيكوسيتيك كاونت، سيرم فيريتين، ترانسفيرين ساتوريشن، سيرم فيتامين بي 12 اند فوليت. طبعا كلنا بنعمل سي بي سي، كلنا بنعمل سيرم فيريتين وترانسفيرين، لان زي ما قلنا دول بيقيسوا الحديد وهنتكلم عليهم بالتفصيل المحاضره اللي جايه ازاي بنقيس بيهم الحديد. و محدش بيعمل، اغلب الناس يعني ما بتعملش في البدايه باتن بي 12 والفوليت لانهم سعرهم غالي جدا، ولكن بنعملهم دايما زي ما هنقول في العيان اللي ممكن بعد كده بقى ريزيستنت وما فيش استجابه، فبيتعمل له التحاليل دي عشان نطمن ما فيش باتن بي 12 والفوليت ليفل مش قليلين. الريتيكلوسيتيك كاونت غالبا برضو اغلب الناس ما بتعملوش الا لو شاكين ان فيه هيموليسيس عند العيان ده، يعني الريتيكلوسيتيك كاونت لو عالي معناه ان العيان ده عنده بلاد لوس. بس اتليست كلنا بنبتدي بالسي بي سي وسيرم فيريتين وترانسفيرين ساتوريشن اد اون الابسولوت ريتيكوسيتيك كاونت اوف فيتامين بي 12 او فويت لو انا شاكك ان العيان عنده حاجه محدوده. انا بقى حابب ازود تحاليل ثانيه من الاكسبيرينس ومن الليترشر المختلفه. السي ار بي ممكن تعمل سي ار بي للعيان الاول ان العيان ده عنده انفكشن، وخصوصا لما هنتكلم على الحديد ممكن ده يبقى سبب من اسباب ان العيان ده يبقى ريزيستنت للريسبوتنج سيتيك. ايه بقى الريتيكوسيتيك هيموجلوبين كونتنت ده؟ والله الريتيكوسيتيك هيموجلوبين كونتنت ده ممكن يستخدم مكان السيرم فيريتين والترانسفيرين ساتوريشن ان انا اعرف كميه الحديد اللي في البون مارو قد ايه. الحقيقه مش هطول فيه كلام دلوقتي، هسيبه للمحاضره بتاعه الحديد المحاضره اللي جايه، لكن خلينا متفقين على ان انا لازم اشوف الستاتس بتاعه الحديد بتاعه العيان.
الابسولوت ريتيكلوسيتيك كاونت يا ريت، السيروم فيتامين بي 12 والفوليت ليفل يا ريت لو افيلبل، لو مش افيلبل او غاليين على عيانه او ايا كان اي مي كونسيدر ديم اذا انا شاكك العيان عنده حاجه منهم او العيان ريزيستنت للعلاج زي ما هنقول. حدة الريتيكلوسيتيك هيموجلوبين كونتنت وازاي باسس بيه الحديد هنتكلم فيه ان شاء الله في محاضره الحديد. جميل، يبقى انا عملت ايفالويشن الاول للعيان، يلا بينا بقى نبتدي ريتروبوتينج ستيميليتنج ايجنت. عشان اعمل ريتروبوتينج ستيميليتنج ايجنت ثيرابي محتاج خطوتين، انيشيشن اند مينتنس. انيشيشن اند مينتنس، انيشيشن فكرته في الكلى بصفه عامه سواء كان في ريتروبوتينج ستيميليتنج ايجنت او لو انا حتى في الامينو سبريسيف ثيرابي دايما بنعمل انيشيشن او لودنج او اختلفت المسميات و مينتنس. الانيشيشن الفكره ان انا بدي العيان جرعه من الايثروبوتينج ستيميليتنج ايجنت عشان ارفع الهيموجلوبين لليفل معين، وبعدين اعمل مينتنس بالايثروبوتينج ستيميليتنج ايجنت عشان احافظ على مستوى الهيموجلوبين ده. في كل مرحله من دول احنا محتاجين كلينيكالي نجاوب على ثلاث اسئله. في الانيشيشن امتى ابتدي؟ ايه الجرعه؟ وازاي اتابع الانيشيشن بتاعي؟ هل الانيشيشن الجرعه اللي انا اديتها دي كافيه ولا لا؟ المينتنس، ايه التارجت بتاع الهيموجلوبين بتاعي؟ الدوز والفريكوانسي بتاعت الدواء اللي هديه الايثروبوتينج ستيتنج ايجنت قد ايه؟ وهفولو اب الهيموجلوبين كله قد ايه؟ تعالوا نبتدي بالانيشيشن قبل المينتنس. وقبل الاثنين بفكر حضراتكم تاني وثالث ورابع، قبل ما ابتدي الايثروبوتينج ستيتنج ايجنت لازم العيان اكون متاكد ان الحديد اللي في جسمه كفايه. طب هدي الحديد ازاي وانواع الحديد اورال واي في الى اخره، ان شاء الله ده هيبقى موضوع المحاضره اللي جايه. نبتدي بالانيشيشن، نرد على ثلاث اسئله. بس قبل ما ارد على الثلاث اسئله من واقع الكيديجو ومن واقع الايفيدنس الكبير الموجود، عايز اقول اوكسفورد هاند بوك قايل ايه، بما انه الكور الاساسي بتاع الشرح بتاعه. اوكسفورد هاند بوك قال ابتدي الايزوثيرابي لو الهيموجلوبين بتاع العيان اقل من 11. هو قال اللوكال بروتوكولز ممكن تختلف واحده عن واحده مكان عن مكان، ولكن في الاخر كلنا زي ما هقول دلوقتي وتفر اختلفت الجايد لاينز واختلفت البروتوكولات، هدف كل البروتوكولات ان العيان بتاعنا يفضل سلايتلي انيميك. احنا مش عايزين العيان بتاعنا يوصل للنورمال هيموجلوبين ليفل، وهنقول ليه دلوقتي. الكيتوكي جايد لاينز، احنا بنشرح الكيديجو دلوقتي بس دي في كيتوكي جايد لاينز، بس عايزينكم تقفلوا السماعات. الكيتوكي جايد لاينز عايزين الهيموجلوبين بتاع العيان من 11 ل 12، وابعد عن ان الهيموجلوبين يعلى عن 13. هنقول ليه دلوقتي. الكيدوكي دي قديمه جدا، اقدم من الكيديجو كمان. اليوكي رينال اسوشيشن قايلين ان هم عايزين التارجت بتاع الهيموجلوبين من 11 ل 12، يبقى هم الاثنين يعني تساووا في مستوى الهيموجلوبين. هنسيب الحديد مش هنتكلم عليه المره دي، هنتكلم عليه المره اللي جايه. جميل، دي الكيدوكي. تعال نشوف الكيديجو بقى بتاعتنا، الكيديجو اللي احنا بنتكلم عليها. الكيديجو قال له ايه؟ نمره واحد، قبل ما تبتدي تفكر انك تستخدم الايثروبوتينج ستيتنج ايجنت اسال نفسك سؤال، هل العيان ده عنده هيستوري اوف ستروك؟ عنده اكتف مالجنسي او هيستوري اوف مالجنسي؟ اه لا، خد بالك الايثروبوتينج ستيتنج ايجنت في الحالات دي ممكن تبقى مضره. طب هنعمل ايه؟ قال لك فكر في بلاد ترانسفيوجن بالسهوله دي. عيان عنده هيستوري اوف مالجنسي ما ادوش الايثروبوتينج ستيتنج ايجنت؟ لا، بص بقى هنتكلم على حته المالجنسي دي بالتفصيل كمان شويه. يعني خلاص يعني عنده هيستوري اوف مالجنسي وعنده دلوقتي سكي دي ما ادهوش الايثروبوتينج ستيتنج ايجنت؟ ليها شروط معينه، لان طبعا الايثروبوتينج ستيتنج ايجنت بيعمل بروليفريشن للسيلز الى اخره، وممكن يزود المالجنسي وممكن يرجع المالجنسي. في الاستروك احنا ليه خايفين؟ الايثروبوتينج ستيتنج ايجنت بيزود الفيسكوستي بتاعت الدم لانه بيزود تكوين الريد بلاد سيلز، وده في الاخر ممكن يؤدي الى ستروك تاني. فانا هقول شروط لاستخدام الايثروبوتينج ستيتنج ايجنت في عين المالجنسي، وممكن نطبقها في عين الاستروك شويه برضه. يبقى مبدئيا هنباي باس حته المالجنسي دي دلوقتي، بس خلينا فاكرين ان هي نقطه مهمه قبل ما ابتدي ايثروبوتينج ستيتنج ايجنت. جميل، طب العيان ما عندوش مالجنسي او استروك اعمل ايه؟ كيديجو قال ايه؟ قال لو العيان سي كي دي وعلى غسيل ابتدي عالج بالايثروبوتينج ستيتنج ايجنت لما الهيموجلوبين يبقى اقل من 10، ابتدي ادي ايثروبوتينج ستيتنج ايجنت. طيب لو العين مش على غسيل، قال لك على حسب، لو الهيموجلوبين اكتر من 10 ما تديش علاج، العين في التارجت. لو الهيموجلوبين اقل من 10 according to ايه؟ individualized. يعني ايه individualized؟ العيان عليه سيمتومز وفي انيميا ولا لا؟ يعني ايه؟ انا هسبق الاحداث، هو مختصر الجايد لاينز كلها زي ما انا قلت، عايزين العيان يبقى سلايتلي انيميك، مش عايزين العيان
يعدي ال 11 او ال 11 ونص، تمام. ولكن في بعض العيانين بيفضل عندهم انيميا سيمبتومز او انيميك سيمبتومز برغم ان الهيموجلوبين بتاعه 11 و11 ونص. وهو اصلا الحكمه في علاج السي كي دي والدياليسيس ان البني ادم يوصل او نحسن الكواليتي اوف لايف بتاعته. فما ينفعش عيان، هديك مثال، مثلا عيان يونج ايج شغال بنا مثلا او بيشتغل اعمال يدويه، محاره، مش عارف ايه، حاجات من الحاجات المحتاجه حركه عضليه قويه، وانت عايز تخلي الهيموجلوبين بتاعه 11 وهو على 11، الهيموجلوبين ده مش مكفي ان هو يقوم بوظيفته، فمش هيقعد في البيت. طب ساعتها في individualization. يعني individualization، ممكن اعلي الهيموجلوبين عن 10، تمام. طيب هعليه لغايه كام؟ هنقول ان جنرال زي ما هو قايل لك كده بصفه عامه، المعلومه اللي انا قايلها، وتفر العين على غسيل ولا مش على غسيل، ممكن تحتاج تعلي الهيموجلوبين على 10 عشان تحسن الكواليتي اوف لايف بتاع العيان. يبقى كلمه السر هنا individualization. انا نوعا ما ما عنديش رقم ثابت، عندي رينج ثابت وهنقوله دلوقتي، يفضل ما نزلش عن 9 ويفضل معلش عن 11 ونص. بلعب في الرينج ده على حسب الاعراض اللي على العيان، عنده سيمبتومز اوف انيميا ولا لا. طب هعلى لغايه كام؟ هو ده اللي هنقوله في المنتس. بس احنا دلوقتي بنتكلم نبتدي علاج امتى. واضح ان الكلام كله ان انا محتاج اعالج لو العيان اقل من 10. اكتر من 10 هبتدي اعالج على حسب اعراض العيان. طيب ايه الجرعات لو هتستخدم ايبو الفا او ايبو بيتا؟ وطبعا انا مش هقول اسامي تجاريه، الاسامي التجاريه كتير وحضراتكم عارفينها. استخدم من 80 ل 120 يونت بير كيلو جرام 3 مرات في الاسبوع. نقطه مهمه هنا ان كل الادويه دي ممكن تديها سبكتينيوس تحت الجلد او انترافينوس. نقطه مهمه جدا في الايبو الفا اند بيتا، انك لو اديت الدواء انترافينوس انت كده بتخسر 20 ل 30% من الدواء. يعني لازم تعلي الجرعه 20 ل 30% لو هتديه انترافينوس. طبعا ده هيكلف العيان، مع ان الانترافينوس اسهل للعيان لو بيغسل، ان هو بعد الجلسه وخلاص التمريض يحط له الدواء في الايه؟ في اللاين وخلاص خلصنا، ما بقاش تشك زياده، وانت ضمنت الكومبلاينس بتاع العيان انه بياخد الدواء بعد كل جلسه. انما الحقيقه الانترافينوس في الايبو الفا اند بيتا بيحصل ديستراكشن ل 20 30% من الدواء، فبالتالي انت محتاج تعلي الجرعه. انما السبكتينيوس الريليز بتاعه بطيء والديستراكشن بتاعه ابطا، فبيبقى الجرعه اقل. لكن القصه دي مش موجوده في الدربي بيتين الفا. الدربي بيتين الفا مين اللي بنستخدم في الانيشيشن بوينت 45 مايكرو جرام بير كيلو جرام وانس ويكلي، والجرعه السبكتينيوس زي الاي في، واخيرا الميرسيرا بهذه الجرعه برضو كان بيوز السبكتينيوس اور اي في، وبيستخدم كل اسبوعين. طول ما انا ماشي كده ابتديت من الشورت اكتنج وصلت للايه؟ اللونج اكتنج اللي بتاخده على فترات اطول. طب السؤال، مين احسن من مين؟ يعني اما استخدم ايبو الفا او بيتا احسن ولا الدربي بيتين الفا احسن؟ الحقيقه الايفيدنس اللي موجود ان مفيش فرق بينهم. طالما ما انت وصلت للتارجت هيموجلوبين، مفيش واحد احسن من واحد. يعني ايبوتين الفا مش احسن من البيتا ولا احسن من الدربي بيتين، ولا كلهم زي بعض. الهدف ان انا اوصل للهيموجلوبين تارجت هيموجلوبين بتاع العيان زي ما ايه زي ما بيقول. طب ادي ازاي الدواء؟ زي ما اتفقنا لو العيان مش على غسيل طبعا منطقي ان ياخده سبكتينيوس، لو هو سكي دي مش على غسيل، انا على غسيل ممكن يتاخد انترافينس او سبكتينيوس. بس خد بالك تاني المره مليون، بيتين الفا اند بيتا لو تعاطوا اي في ده بيخسرك 20 30% من جرعه الدواء، محتاج ترفع الجرعه. برغم ان هو البنفيت بتاعه انك بتضمن العيان بياخد الدواء، الا ان هو كوستي جدا، هيبقى كوستي جدا على العيان. طيب انا دلوقتي حسبت وزن العيان وحسبت الجرعه بتاعت الدواء، وقررت ومتاكد ان العيان مليان حديد، وقررت ان انا اديله الاثروبوتينج ستريتيجيشن. اديته الدواء لسه بديه النهارده، بديه مثلا والعيان الهيموجلوبين بتاعه 9 مثلا، او العيان بتاعه الهيموجلوبين 8 او اي حاجه. اقيس الهيموجلوبين تاني امتى عشان اشوف الدواء بتاعي جاب ريسبونس ولا ما جابش؟ هو كديو جايد لاينز في السجشنز بتاعتهم كاتبين قيس الهيموجلوبين بعد شهر، ولكن الحقيقه باي اكسبيرينس وكديو شخصيا في الراشونال بتاعهم ما كانوش محبذين موضوع بعد شهر ده. امال ايه؟ هم هنا بيتكلموا على الانيشيشن، لا هم قالوا ايه؟ قالوا كالاتي، والكلينيكال اكسبيرينس بتقول كده، مش هستنى شهر. ليه؟ وايه خطوره الموضوع؟ مبدئيا هو قالوا ايه؟ قالوا ان بعد اسبوعين فقط من بدايه الاثروبوتين اعمل هيموجلوبين. ليه؟ التارجت بتاعنا
ان احنا نرفع، ماليش دعوه التارجت هوصل لكام كهيموجلوبين ليفل، انا محتاج ارفع الهيموجلوبين قد ايه في وقت قد ايه. يعني عندي العيان عن هيموجلوبينه 8 احاول في شهر ارفعه ل 11 ولا في قد ايه؟ لينا تارجت اوف ريزنج. انا مش ما ينفعش ارفع الهيموجلوبين اكتر من 1 ل 2 جرام بير ديسيليتر، من 1 ل 2 جرام بير ديسيليتر بير مانث في الشهر، ما ينفعش ارفع اكتر من كده. ليه؟ هي الفكره بمنتهى البساطه، ايه الاثروبوتنج ستيميتنج ايجنت دول بيعملوا ايه؟ اللي انا بديهم بيرفعوا الار بي سيز ليفل. فانا لما ارفع الريد بلاد سيل ليفل ده بيزود الفيسكوستي بتاعه الدم، بيزود زوجه الدم. فبالتالي لو الار بي سي زادت قوي، زوجه الدم زادت قوي، الفيسكوستي زادت قوي، ده ممكن يعمل حاجات كتير، ممكن يعمل ستروك، ممكن يعمل ثرومبوزز وامبليزم، يعمل مشاكل كتير. فبالتالي التارجت بتاعه يعمل هايبرتنشن اللي احنا بنسمع عنه وبيحصل مع الايزوثيرمي. فالحل ان انا I have to go slow. طب يبقى انا هسحب الهيموجلوبين بعد اسبوعين، قدام احتمال من اثنين، ان الهيموجلوبين زاد اكتر من 1 جرام في اسبوعين، ساعتها اقلل جرعه الايثروبوتينج اللي انت بتديها للعيان حوالي 25%. طب لا، لقيت الهيموجلوبين رفع اقل من 1 جرام، عيد الهيموجلوبين تاني كمان اسبوعين، لقيته رفع اكتر من جرام، ما رفعش اكتر من جرام، يعني هو بطيء، لا زود الجرعه بتاعتك. الابروتش ده مش لازم يبقى ثابت، انت استخدم السنس بتاعك مع العيان، بس الفكره واحده، الهيموجلوبين بيعلى بسرعه قلل الدوز، الهيموجلوبين ما بيعلاش زود الدوز. ايه ده؟ هو انا ممكن ابقى حاسب الدوز على وزن العيان والهيموجلوبين يعلى اسرع او يعلى اقل؟ الفاريابيليتي عاليه جدا في العيانين بتوعنا، عشان كده احنا محتاجين فولو اب في الانيشيشن. لما اوصل بقى للهيموجلوبين ليفل بتاعي اللي انا عايزه التارجت بتاعي، ساعتها ممكن اتابع كل شهر عيان الغسيل او كل 3 شهور العيان ما بيغسلش زي ما هنقول دلوقتي. لكن في الانيشيشن انا لسه ببتدي، يفضل ان انا اتابع الهيموجلوبين كل اسبوعين عشان الهيموجلوبين ما يجريش مني، او الهيموجلوبين يبقى ارتفاعه بطيء وساعتها العيان بيدفع فلوس على الفاضي، او ارتفاعه يبقى سريع وساعتها العيان يتاذي. كده اتكلمنا على الانيشيشن وعرفت ابتدي ازاي، امتى، ما يبقى الهيموجلوبين ليفل كام، وما تنساش كلمه انديفيديواليزيشن، عرفنا الجرعه بتاعت كل دواء ما فيش فرق بينهم، وعرفنا اتابع الهيموجلوبين ازاي كل اسبوعين. تعالوا بقى نتكلم على المينتنس. ايه التارجت هيموجلوبين؟ جميل، انا عرفت ابتدي امتى، ما يبقى اقل من 10 مش عارف، لما يبقى على غسيل، لو اعلى من 10 مش على غسيل، كل ده فهمناه. طيب هرفع الهيموجلوبين لغايه كام؟ وهتابع الهيموجلوبين ليفل بتاعي كل قد ايه؟ نبص على الاسئله دي. نيو جايد لاينز قالوا ايه؟ قالوا ان جنرال ات از بريفيرد ان الهيموجلوبين ليفل يبقى اقل من 11.5، ما تعلاش عن 11.5. هنقول ارقام وبعد كده نقول الايفيدنس جايه منين. ولكن بعض العيانين ممكن تحتاج انك ترفع الهيموجلوبين اكتر من 11.5، بس اوعى تعلى عن 13. ليه ممكن بعض العيانين احتاج ارفع عن 11.5؟ individualization، عشان العيان ده زي ما قلنا عنده لسه symptoms of anemia، برغم ان الهيموجلوبين بتاعه 11 او برغم ان الهيموجلوبين بتاعه 11.5 هو مش عارف يشتغل او مش عارف يتحرك. طب السؤال، ايه الخطوره ان انا اعلى الهيموجلوبين عن 11.5؟ الخطوره ان زياده الهيموجلوبين اكتر من 11.5 باي ايفيدنس اللي هنعرضه دلوقتي ده بيزود الهاي ريسك اوف ستروك، اول كوز اند كارديوفاسكولار موربيديتي اند مورتاليتي. وعشان كده احنا عايزين العيانين بتوعنا انيميك، وقلنا اتكلمنا المحاضره اللي فاتت عن الكونسبت، مفهوم الريفرس ابيديميولوجي. كلمه ريفرس ابيديميولوجي هي رقم انا عايز يبقى في العيان بتاعي، الرقم ده ابنورمال، وبرغم ان هو ابنورمال في العيان بتاعي الا انه هيفيده. والرقم ده لو كان في بني ادم طبيعي كان هيأذيه، وقدنا امثله كتير للعيانين بتوعنا، زي ما لسه قايلين العيان بتاعي انا عايزه انيميك. لانه لو بقى نورمال هيموجلوبين العيان هيتأذى، هيجي له غلطه، هيجي له مالينسي زي ما هقول دلوقتي وحاجات ثانيه. عكس الناس العاديه، الناس العاديه عايز الهيموجلوبين يبقى نورمال. العيان بتاعنا عايزين بي تي اتش زي ما هنتكلم في محاضره السي كي دي ام بي دي، عايزين بي تي اتش من 3 ل 9 اضعاف الطبيعي، عايزه اعلى من الطبيعي. لانه لو كان البي تي اتش طبيعي في فرصه العيان ده يخش في اداناميك بون ديزيز ويتكسر الى اخره. بالتالي العيان بتاعنا السي كي دي كرونيك كيدني ديزيز هو مثال كبير جدا من امثله الريفرس ابيديميولوجي، اللي هو انا عايز فيه بارامتر معين، البارامتر ده اب نورمال، وبرغم انه اب نورمال هيفيد العيان اكتر من البارامتر ده. جه منين الايفيدنس؟ جه منين الايفيدنس ان اكتر من 11.5 مؤذي؟ الحقيقه تكملني مين لي على 3 ترايلز كبار جدا. جه منين الايفيدنس اكتر من 11.5 مؤذي ولكن ممكن يحسن الكواليتي اوف لايف في بعض العيان؟ ثلاثة ترايلز المشهورين جدا برغم ان هم قدام معمولين في 2006 و2009، الكرييت ترايل والكوير ترايل
والتريت ترايل والتريت دي اهمهم. هم دول الثلاثه من ايفيدنس اللي تقريبا ما فيش حاجه لغايه دلوقتي غيرت فيهم كلام عنهم خالص, اللي اتبنى عليهم الايفيدنس ده. مش هقعد اتكلم في الاستاديز بس هعرض ملخصهم وصلوا لايه. نبتدي وبالمناسبه الترايل دي اتعملت في عيانين مش على غسيل, برغم كده الايفيدنس ده بيتاخد وبنتعامل بيه مع العيانين على غسيل واللي مش على غسيل. العيان على غسيل اتعمل عليه ستاديز وترايلز مش كبيره, ولكن تقريبا اثبتت نفس الكلام, ان يعني مفيش فايده من الهيموجلوبين العالي. مش عايز هيموجلوبين عالي, تعال نمسك كده ترايل بسرعه. الكار ترايل قارنه بين ال 13.5 وال 11.3 كهيموجلوبين ليفل. الكارديوفاسكولار ايفنتس, مشاكل الكارديوفاسكولار كانت ازيد في العيانين الهيموجلوبين بتاعهم عالي, يبقى بيضر, ما كانش فيه فرق في كواليتي اوف لايف. كرييت ترايل عملوا ارم خلوا الهيموجلوبين فيه من 13 ل 15 وارم من 10.5 ل 11.5, ما لقوش فيه فرق في الكارديوفاسكولار ايفنتس, لكن كان فيه فرق ان الهيموجلوبين الاعلى حسن الكواليتي اوف لايف. من هنا جاي الايفيدنس بتاع كواليتي اوف لايف. تريت ترايل لسه, لكن الناس اللي الهيموجلوبين عندهم اعلى اتحسنت الكواليتي اوف لايف, بس البروجريشن اوف سي كي دي كان ازيد. مع ان في ترايل جديد هنجيب سيرتها دلوقتي ما كانش فيه فرق في البروجريشن بين الهيموجلوبين العالي والهيموجلوبين الواطي, ولكن الايفيدنس مختلفه ومتعه. نيجي للاخيرات تريت ترايل قارنه بين 13 و19 كهيموجلوبين ليفل, ما كانش فيه فرق في الكارديوفاسكولار اند بوينتس, ولكن الاستروك, وعشان كده جاء هنا بريكوشن في الاثروبوتينج سيتنج ايجنت والهاي هيموجلوبين, الاستروك كان اعلى في الناس اللي عندهم هاير هيموجلوبين ليفل اللي هو 13. ما كانش فيه فرق في كواليتي اوف لايف, ولكن الفاتيج كانت اقل في الناس اللي هيموجلوبين بتاعهم اعلى. وهنا جاء فكره الانديفيدواليزيشن في الناس اللي هيموجلوبين بتاعهم عايز اعلى, ولكن الكانسر كان اعلى في الناس اللي الهيموجلوبين ليفل بتاعهم ازيد. هنا جاء الايفيدنس اللي الناس عندهم مالجنسي اي هاف تو افويد الاثروبوتينج سيتنج. نقطه مهمه بس فنيه في تصميم التريت ترايل, والنقطه دي هتفيدني اكتر في المحاضره اللي جايه بس لازم يجي ذكرها دلوقتي. هم عملوا ايه في التريت ترايل؟ هم استخدموا الدرب بيتين الفا فيرسس بلاسيبو, يعني جابوا ارب اللي هم عايزين الهيموجلوبين فيه يوصل ل 13 ادوا له درب بيتين الفا, والناس اللي عايزين الهيموجلوبين يوصل 9 ادوهم بلاسيبو. بس انا عايز اكمل, بلاسيبو وحديد. وعشان كده ما نيجي نتكلم المحاضره اللي جايه هنقول ان انت ممكن تبتدي العلاج بتاعك بحديد بس, والحديد يفضل محافظ على الهيموجلوبين في التارجت لفتره معينه, وبعد كده تلاقي نفسك لا محتاج تستخدم الاثروبوتينج سيتنج ايجنت. فبالتالي الحديد مهم. يعني بص, الحديد في الاستادي دي خلى لوحده من غير الدرب بيتين ان الهيموجلوبين يثبت على 9 اللي هو which may be target في بعض العيانين. برضو عايز عشان ابقى يعني الامانه العلميه, في نفس الترايل دي الناس اللي عشان يخلي الهيموجلوبين عند 9 لو الهيموجلوبين كان بيوطى قوي كانوا بيديهم درب بيتين يرفعوا الهيموجلوبين تاني وبعدين يوقفوه. فهي الفكره هنا مش بيقارن بين استخدام الدرب بيتين ولا لا, هو بيقارن بين الهيموجلوبين ليفل 13 والهيموجلوبين ليفل 9 ايا كان هو وصل ل 9 دي ازاي و13 دي ازاي. وده اثبات ان مفيش فرق بين الاثروبوتينج سيتنج ايجنتس كلهم, واتيفر الطريقه اللي انت بتستخدمها انا عايز اوصل لتارجت هيموجلوبين. جميل. دول الثلاثه ترايلز القدام اللي كاي منهم الايفيدنس بتاع الكليب. وفي بقى ترايل لسه منشوره مايو اللي فات 2020, يمكن دي الميجا ترايل اللي جاي بعديهم. عملوا ايه؟ اسمها البريدكت ستادي. بريدكت ستادي دي مالتي سنتر راندمايزد ترايل, جابوا عيانين سي كي دي مش ديابيتك ودوم درب بيتين ايه, درب بيتين الفا عشان يوصلوا الاثنين هيموجلوبين ليفل. الهاي جروب عايزين يخلوا الهيموجلوبين من 11 ل 13, واللو جروب عايزين يوصلوا الهيموجلوبين من 9 ل 11 اللي هو التارجت بتاعهم. وقارنوا بينهم كان البرايمري اوت كوم, العيان ده ابتدى غسيل امتى, العيان ده احتاج زرع ولا لا, العيان ده جي اف ار بتاعه بقى اقل من 6, العيان ده جي اف ار بتاعه اقل 50%. هل في فرق ان انا بالبلدي كده هم تقريبا بيقيسوا البروجريشن اوف كرونيك كيدني ديزيز, هل لو انا خليت الهيموجلوبين من 11 ل 13 يعني اعلى هيقلل البروجريشن اوف كرونيك كيدني ديزيز, هيقلل فرصه ان العيان يوصل للغسيل او للزرع او جي اف ار يقل عن هيموجلوبين من 9 ل 11؟ الحقيقه ما كانش في اي فرق بين التو تارجتس في اي اند بوينت. يعني من 9 ل 11 زيه زي من 11 ل 13, ما كانش فيه فرق.
بالعكس ده الكارديو فاسكولار ايفنتس كانت اعلى برغم ان ما كانش ستاتستيكال ديفرنس كبير، لكن الكاردياك ايفنتس كانت اعلى في الهاي هيموجلوبين كانت تقريبا 8%، اما هنا كانت تقريبا 7%. هم العيانين كلهم تقريبا كان حوالي قرب ال 500 عيان اللي في الاستاد تقريبا. وبالتالي هنا اثبت ان ما زال ليس هناك فائده من ارتفاع مستوى الهيموجلوبين اكتر من 11. طيب انا وصلت قعدت بقى ارفع جرعه واقلل الجرعه او ارفع جرعه على الجرعه على حسب ما انا بقيس الهيموجلوبين كل اسبوعين، وصلت على هيموجلوبين ليفل ثابت بجرعه معينه من الاثروبوتين ستيميليتنج ايجنتس، خلاص يبقى دي الجرعه بتاعت العين اللي هيمشي عليها الى ان يحدث تغيير لاي سبب من الاسباب. بس ممكن نغير الفريكوانسي بس الدوز تبقى هي، يعني مثلا ايه هقول ارقامه غلط ولكن للتسهيل، يعني مثلا تمشي عيان على الدواء اكس بياخد 4000 وحده 3 مرات في الاسبوع، لو عندك حقنه 12000 وحده اديها له مره في الاسبوع عشان بس تبقى قللت فرصه الشكشكه بتاعه العيان، بس الجرعه لازم تبقى هي هي على الفتره اللي انت حددتها. طب العيان الهيموجلوبين بتاعه ثبت، اتابع الهيموجلوبين كل قد ايه؟ لو العيان مش على غسيل بتتابعه اتليست كل 3 شهور، لو العيان على غسيل بتتابعه اتليست كل شهر، وزي ما اتفقنا هنقيس على فترات اقل. لو العيان الهيموجلوبين بتاعه اتغير ابتدى يقل فانا محتاج لا هغير بقى في الجرعه تاني، لان احنا عارفين العيان بتاعنا، يعني في جمله كده دايما بقولها للعيانين ان كل عيان سي كي دي او عيان غسيل زي العيان اللي جنبه، وكل مريض نفسه مش زي نفسه على مدار تاريخه المرضي. ودايما بنبه الناس ان انا الدواء المره دي اديته بالجرعه الفرانيه، الشهر اللي جاي ممكن ازود اول الجرعه، الدواء الشهر ده اديته لك وسط الاكل، الشهر اللي جاي ممكن اخليه بعد الاكل بساعتين، الشهر اللي بعده ممكن اوقفه خالص. فلازم العيان يبقى فاهم كده ان الدواء اللي بياخده مش هيفضل ماشي عليه طول فترته السكري، لان العيانين ما بيبقوش فاهمين الكلام ده، وفاكر ان ده علاج خلاص الكلى بتاعه هيفضل ماشي عليه طول عمره. اه مش عليه طول عمره بس بتفاوتات وتغييرات زي ما احنا كلنا طبعا عارفين. ولا تنسى كلمه السر في علاج الانيميا هي الانديفيديوالايزيشن. تعالوا نتكلم عن نقطه مهمه قبل ما ننقل على شق ثاني في الايزا ثيرابي، حته الكانسر. انا ده عشان ارتكل حلو ومغطي الموضوع ده، لان السؤال ده دايما بيقابلنا وزمايلنا بيسالونا بتاع الانكولوجي فيه. عيان سي كي دي ومعاه انيميا ومعاه كانسر، احنا اتفقنا ان الايزا ثيرابي ما ينفعش يستخدم. الارتكل الحقيقه ده هايل لو حضراتكم تقروه بالتفصيل، لكن هم مختصر اللي هم قالوه في البوكس بتاعهم ده. قالوا ايه؟ خد بالك هو ايه اللي يخلي عيان عنده كانسر ان يخش في انيميا الاول قبل ما نقرا الجدول؟ نمره واحد الكيموثيرابي نفسه، تمام. نمره اتنين الماليجنسي نفسها، خصوصا لو هي حاجه ريليتد للبومر، تمام. طب تعالوا نشوف هم بيقولوا ايه. مبدئيا بيقول لك اول حاجه حاول تدور على سبب تاني للانيميا قبل ما تبتدي تفكر انك تدي اريثروبويتين ستيميتنج ايجنت. عن ايرن ديفيشنسي اديله حديد، العين فيتامين بي 12 اديله، حاول تشوف في سبب تاني ولا لا قبل ما تبتدي تفكر. احنا عايزين نبعد الكلام اللي هنقوله ده، الهدف الاساسي منه انك تحاول تبعد على الاريثروبويتين ستيميتنج ايجنت في عيان سي كي دي انيميك ومعاه كانسر على قد ما تقدر. نقطه مهمه بقى، تعال نشوف عيان كانسر وانا متاكد ان الانيميا اللي عنده كيموثيرابي اسوشيتد انيميا، هو عنده كانسر في حته تانية مش حاجه بمره وبياخد له كيموثيرابي وغالبا الانيميا دي ريليتد للكيموثيرابي. قال ايه بقى؟ الاريثروبوتيك ستينج ايجنت شودنت بي اوفرد، شودنت بي اوفرد، ما تدهاش لعيان معاه كيموثيرابي اسوشيتد انيميا والعيان ده الكانسر تريتمنت بتاعه از كيوراتيف. يعني ايه؟ كل ما فرصه العيان انه يخف من الكانسر كانت اعلى، كل ما انا المفروض ابعد عن الايزا ثيرابي اكتر، تمام. تاني يعني ايزا ثيرابي ما احنا هنطلع من الجدول ده هتلاقينا بنستخدموه في العيانين اللي هم البريدكتيف مورتاليتي فيهم اعلى، كل ما المورتاليتي كانت اعلى كل ما هستخدم ايزا ثيرابي لان مورتاليتي اعلى. لما كل لما العيان فرصه انه يخف من الماليجنسي اكتر، كل ما الافضل ان انا ابعد عن الايزوثيرابي. حتى هو بيقول لك هنا لو هو كيموثيرابي بس شد انيميا ما حاول ما تديش الايزو خالص، تمام. طيب امتى في العيان الكيموثيرابي بس شد انيميا ممكن ادي ايزوثيرابي؟ او دي النقطه اللي بعديها. الاثنين دول الجملتين دول معتمدين على الكيموثيرابي ريليتد انيميا، ادي امتى؟
لو العيان الكانسر بتاعه is not curative، شوف عند مش احنا متوقعين ان البروجنوز بتاعه وحش، والهيموجلوبين بتاعه اكتر من 10 مش كده بس، وعنده انيميا سيفير سيمبتومز، برغم ان خد بالك الريد بلاد سيل ترانسفيوجن از ان اوبشن، يعني مش لازم تستخدم الايزوثيرابي نقله دم. يبقى لو كيموثيرابي اسوشيتد والعيان الماليجنسي غالبا هيخف ان شاء الله، ابعد عن الايزوثيرابي، ادي انقل دم، ادي حديد، ادي عالج سبب تاني. العيان كانسر مش هيخف، اه ممكن بقى لو عشان يعني العيان ما يبقاش بيتعزم، مش هيبقاش بيتعزم، عنده سيمبتومز ريليتد للانيميا والهيموجلوبين اقل من 10، ممكن تدي ايزوثيرابي بس بفضل انك تنقل. تعال بقى لو عيان الانيميا اللي عنده مش بسبب الكيموثيرابي، الانيميا عنده بسبب التيومر، عنده بقى حاجه بومارو ديزيز، لو الانيميا with non chemotherapy associated anemia قال ايه برضو؟ اذا shouldn't be offered، ما تديش العيان اذا اكسبشن واحد، اكسبشن واحد لبوم مارو تيومر واحد، ايه هو؟ اللو ريسك مايلو ديسبلاستيك سندروم والاريثروبوتين ليفل بتاعه اقل من 500، هو بيتقاس الاريثروبوتين بيتقاس، طب لو ما قستوش مع اللو ريسك مايلو ديسبلاستيك سندروم بيستفاد من الاريثروبوتين، ده الوحيد غير كده لا. يعني كاتب بعد كده for multiple myeloma non Hodgkin lymphoma CLL clinician should observe the hematological response before considering azathrabi، لو سمحت خلي الازاثرابي اخر حاجه لانها هيبقى مضر في الحالات دي، تمام، ما عدا حاله واحده اللي هي low risk myelodysplastic syndrome. خايف من ايه انا في عيان الماليجنسي؟ عيان الماليجنسي ده thromboembolism risk عنده عالي، وانا مديله الازاثرابي هزود الكلام ده، غير الازاثرابي ممكن يزود الجروث بتاع الايه بتاع التيومر. وبصفه عامه لو اديت الايزوثيرابي خد بالك من نقطه مهمه جدا، ان انت يفضل انك مش هيبقى عندي بقى نفس التارجتس العاديه بتاعه السكي دي، مش هوصل ل 9 و10 و11 لا، خليك توصل لاقل تارجت من الهيموجلوبين يضيع السيمتومز قوي يقللها، ما توصليش ل 11 و11 ونص، لا قلل التارجت بتاعك ودور على اسباب تانية انك تعالجها زي الحديد والفيتامين بي 12 بي. يبقى احنا كده اتكلمنا ازاي نعمل انيشيشن، واتكلمنا ازاي نعمل مينتنس في العيان بتاعنا، واتكلمنا ازاي نفولو اب، واتكلمنا على سبيشال سيتويشن اللي هو الماليجنسي. بالنسبه للستروك برضه هتمشي بنفس الكلام، لو العيان محتاج امشي بلوست دوز، حافظ على اقل ليفل اوف هيموجلوبين ممكن يضيع السيمبتومز، لان اعلى من كده هيزود الفيسكوستي ويدخل العيان في ايه. جميل، هل كده الموضوع خلص؟ لا، ليه؟ فاضلنا حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها اذا هايبو ريسبونسيفنس اللي احنا زمان كنا نسميها إذا resistance. resistance في منها نوعين، resistance في البداية initial إن أنا جبت العيان وحسبت البادي ويت بتاعه وديته الجرعة، العيان الهيموجلوبين ما بيعلاش أو بيعلى بطيء بزود الجرعة، الهيموجلوبين ما يعلاش، يعني هو العيان ما استجابش من الأول خالص، أو subsequent أو acquired لا العيان ده كان استجاب لinitiation وزي الفل، والعيان على maintenance بقى جميل جدا ومتابع معايا، وفجأة ابتدى الهيموجلوبين بتاعه ينزل. يبقى whatever definitions المختلفة، كلام التفاصيل مكتوبة، ولكن هي الفكرة واحدة، في البداية في هنا resistance، ولو حد من حضرتك عنده أسئلة يكتبها وإن شاء الله نرد عليها في الآخر بعد ما خلص. وفي maintenance برضو نفس الكلام، في definitions مختلفة كتير، يعني تعالى نتكلم في definition الأوكسفورد كاتبه، قال لك أنت تقول إذا resistance لو أنت فشلت أنك توصل التارجت هيموجلوبين، أو أن أنت احتجت جرعات عالية جدا زي مثلا ايلين في الايبوتين الفا وبيتا، انك احتجت اكثر من 300 انترناشونال يونت بير كيلوغرام بير ويك، ساعتها ده هتسميه ايزا ريزيستنس، او في الدربي بيتين الفا انك احتجت اكثر من 1.5 مايك مايكرو جرام بير كيلوغرام بير ويك، ساعتها بتقول عليها ايزا ريزيستنس. جميل، يبقى انا عندي وات ايفر هو انيشيال ريزيستنس او اكوايرد مع المينتنس، البروتوكول في ان انا ادور على سبب وعالجه هو واحد، مش هتفرق معايا هو استجاب من الاول او ما استجابش، لازم اعمل اسسمنت واعمل انفستيجيشنز عشان اجيب الكوز واعالج السبب. ازاي بقى اعمل اسسمنت وانفستيجيشن في عيان لا يستجيب لايثروبوتين ستيتنج ايجنت؟ نفس الايفالويشن اللي عملته قبل ما ابتدي الايزوثيرابي، اسحب له فريتين ليفل، تي سات، او الريتيكولوسيتيك هيموجلوبين كونتنت اللي انا لسه ما اتكلمتش عليه المره دي هتكلم عليه المره الجايه، اسحب له سي ار بي يمكن عنده انفكشن، ممكن اعمل اوكالت بلاد انستول لو العيان الهيموجلوبين بتاعه بينزل قوي، شفنا حالات كتير جدا الهيموجلوبين بينزل في الارض بمنتهى السرعه ويطلع في الاخر في بوزيتيف اوكالت بلاد انستول، العيان يطلع جي اي تي مالجنسي،
او دايفيرتيكولايتس او وات ايفر، والعيان لو الحاجه دي اتعالجت الانيميا بتتحسن. اللي انا عايز اقوله، هل هسحب العيانين كلهم فيتامين بي 12 فوليت من الاول؟ لا، انا عايز اقول نقطه بس مهمه قبل ما اقول لك هل تعمل كل الانفستيجيشنز دي ولا لا. The most common cause of ESA resistance is iron deficiency. ليه؟ إيه ده؟ طب ثانية، ما أنا عامل حسابي وقست الحديد الأول بالطريقة اللي لسه هنقولها المحاضرة اللي جاية، وديت العيان حديد كويس قوي، وقبل ما تيجي إيزا ثيرابي أنا متأكد إن أنا مديله حديد كويس قوي. ما هو الإيزا ثيرابي نفسه سبب من أسباب الآيرن ديفيشنسي. ما أنا هدي العيان دلوقتي إيزا، البون مارو بتاعه هيبقى هايبر أكتيف وهيخلص الحديد اللي في جسم العيان. عشان كده الفولو أب بتاع الحديد مهم جدا في الحالات اللي زي دي. تلاقي في الاول في ريسبونس للهيموجلوبين، وبعدين وصل بلاتو او ايفن نزل الهيموجلوبين نتيجه سكندري اير ديفيشنسي، بنسميها فانكشنال اير ديفيشنسي، وهنتكلم عليها بالتفصيل المره اللي جايه. فبالتالي كاول خطوه انا بعمل سيروم فيريتين وتي سات او البديل ليهم ريتروسيتك هيموجلوبين كونتنت، وبعمل سي ار بي. لقيت الحاجات دي ما فيهاش حاجه، ببتدي اروح للانفستيجيشنز الثانيه. فالسلايد اللي قدامكم دي بتكسكلود الموست كومن كوزز بالترتيب. الحين عنده ار ديفيشنسي ولا لا؟ يلي في فيتامين بي 12 فوليت ديفيشنسي، يلي انفكشن وانفلاميشن بالسي ار بي، يلي بلاد لوس خصوصا الجي ار تي، وعندك الريتيكلوسيتك كاونت هيقول لك فيه هيموليسيس ولا لا. دي الاسباب اللي لك تتعب نفسك وتدور فيها الاول. طب ما لقيتش حاجه منهم، لا تعالى بقى نفرض لسته الاسباب الثانيه اللي هتقعد بقى تدور على عيان هل في سبب من الاسباب دي موجود ولا لا. يعني لو عيان بيغسل ممكن يكون بيفقد دم كتير في اللاين او الفلتر بتاعه لاي سبب من الاسباب، راجع مع الوحده اللي بيغسل فيها. لان اندر دياليسيس، الاندر دياليسيس سبب كبير من اسباب الانيميا، وهنتكلم على دور الدياليسيس المره اللي جايه في الـ في الـ في وتاثيره على استخدام الحديد وتاثيره بالمره. هنتكلم على الاثروبوتين دوز ان شاء الله. نون ادهيرنس، العيان ما بياخدش الدواء بتاعه. هايبر باراثايرويديزم، الهايبر باراثايرويديزم البي تي اتش هرمون بيعمل بوم مارو فايبروزس ويخلي الريسبونس بتاع البوم مارو للايزا ثيرابي بيقل. هايبوثايرويديزم، الهايبوثايرويديزم من الحاجات الفيري كومن بتحصل في الحياه بتاعنا وبتبقى ميس دايجنوز بسبب من اسباب الريزستنت قديم، يعني مالينس بيدور عين في مالينس ولا لا. قيس السيرم البومين واعمل نيوتريشنال اسسمنت، المال نيوتريشن بيعمل انيميا. معروف جدا ان في عين السيكي دي اللي مش على غسيل الاس انهبيتور والاي ار بيز بيعمل انيميا لانه بيسبرس الايثروبايتين ريليزنج سيلز وبيعمل انيميا، ممكن توقفه تغيره. في الاخر بقى العيان جاله اي هيماتولوجيكال ديزيز تاني، حصل له هيموليسيس لاي سبب من تاني، ما ده بني ادم ممكن يحصل له اي حاجه نطريت السكي دي، واخيرا ممكن تحصل ابو بون مارو بايبسي. بس قبل ما اوصل بون مارو بايبسي لازم امشي بالخطوات اللي قلت عليها دي كلها. واخر حاجه، المرض المعروف في الكتب وهو ما يسمى به ان العيان حصل له حاجه اسمها بيور ريد سيل ابليزيا، وهي الحقيقه دلوقتي مش كومن خالص، ولكن شفت حالات، مش انا شخصيا بس مع زمايلي يعني، لدرجه ان هم عشان هم مستغربين ان ممكن تظهر، كانوا كنا بنسال يعني بيسالوا بعض، بنسال بعض عشان فعلا دي بيوريت سيل ابليزيا فعلا كانت بتبقى بيوريت سيل ابليزيا. ايه هي البيوريت سيل ابليزيا دي؟ مبدئيا البيوريت سيل ابليزيا دي ظهورها ابتدى مع استخدام، انا هقول الدواء باسمه لانه بتوصف في الكتب، دواء الابريكس في اوروبا مش فاكر سنه كام. هو الكلام ده مش موجود دلوقتي في الابريكس بس اكتشف ساعتها. ليه جه منين بيوريت سيل ابليزيا؟ هو من اسمه بيوريت سيل ابليزيا، يعني قل جامد عند العيان الريد سيل بس، الريد ار بي سيز بس. هو المفروض الايبو الفا اللي في السرنجه في الابريكس بيبقى ماسك في البومين. هم جم قالوا لا احنا هنبدل الالبومين بحاجه اسمها البوليسوربيت. جميل. واتحقن العيان عادي، العيان بياخد الحقنه بتاعته وفيها الايبو الفا ماسك في البوليسوربيت. واحنا اتفقنا مع بعض واحنا بنتكلم في الانتروداكشن الايبو الفا بيخش يمسك في حاجه اسمها الايبو ريسبتور. احنا اتكلمنا عن النقطه دي في الاول وقلت لكم اهميه الايبو ريسبتور هبان واحنا بنتكلم على البارك البيوريت سيل ابليزي. جميل. فين المشكله؟ يعني ايه اللي عمل ليه؟ فين بقى فين اللي عمل بيوريت سيل ابليزيا؟ هقول لحضرتك. البوليسوربيد ده دخوله الجسم عمل استيميشن للايميون سيستم، الايميون سيستم عمل انتي بوديز ضد البوليسوربيد، لكن الانتي بوديز مش هتروح تنقل البوليسوربيد لوحده، هتكسره كل حاجه هو ماسك فيها. هو ماسك في الايبو الفا اللي ماسك في الريد بلاد سيلز، فبالتالي بيتم تكسير الريد بلاد سيلز بعنف والعيان يخش فيه بيوريت سيل ابليزيا. طيب يتشخص ازاي؟ شخص كالاتي، الاقي عيان عنده انيميا وخصوصا زادت الانيميا من ابتدت الاثروبوتين ستيمولينج ايجنتس، الريد بلاد سيلز قليله، الهيموجلوبين قليل، ولكن البليتلتس نورمال والوايت سيل كاونت نورمال.
يبقى العيان ده هلاقي كل البارامترز بتاعت الريد بلاد سيلز قليله، هلاقي الريتيكولوسيتيك كاونت قليل، وهلاقي الار بي سيز قليله، البليتليت كاونت نورمال والوايت سيل كاونت نورمال، ساعتها اشك في البرك. انا اديت ازا وبرام ديت ازا وكل حاجه تمام وانا متاكد الار سيم كل حاجه سليمه، الهيموجلوبين بينزل، هلاقيها ايه يوقف الازا. طب هل مثلا هو بياخد درب بيتين الفا ممكن اديله ايكو الفا؟ لا، يوقف الازا خالص. طيب حاجه ثانيه، في بعض الناس ساعات في بعض الليترشر بقى، طبعا انا مش جاي في التفاصيل ده يعني، حاجه فيري رير، ممكن يدوا امينو سبريسيف ثيرابي يعني اعتبره انتي بوديز. بس انا عايز اجيب سيرته هنا، هو البيجناسيتايد. البيجناسيتايد انا جايب سيرته ليه هنا؟ لان هو لو حد، بس عشان خصوصا لو في حد جونيور معانا لسه بيسمع وجاب الكيديو جايد لاينز وقراها، هيلاقي ان انت ممكن تستخدم البيجناسيتايد في علاج البركة. ايه البيجناسيتايد ده؟ ده هيماتيد. هيماتيد هيماتيد ده ممكن يستيميليت ال 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 الستيم سيلز والكولونيز فور برودوس ريد بلاد سيلز، ومالوش دعوه بالايثروبويتين، فبالتالي ما بيعملش الايه، ممكن يستخدم كعلاج. انا جايب سيرته لانه مكتوب في كيديو جايد لاينز 2012، ولكن بعديها على طول في 2013 نزل بلاك بوكس وورنينج عن البيجناسيتايد واتسحب من السوق انه بيعمل فيتال رياكشنز اب تو ديث. عشان كده انا بنوه عليه دلوقتي، عشان لو حد لسه من الشباب الاصغر قرا الجايد لاينز ومستني بيدور على البيجناسيتايد، مش مكتوب في الجايد لاينز طبعا حته الاف دي اي خلاص، لان يعني نزلت بعد الجايد لاينز، فهو لا يستخدم. ومن الحاجات اللي اتشالت، مع ان اول ما نزل الدواء ده كان من الحاجات اللي هوبفول جدا، وقال لك اصلا هيريبليس الازا، مش هنستخدمه لما يحصل بركه، هيريبليس الازا وهيبقى مكانه من الفيوتشر ثيرابيز والبتاع ده والكلام ده، طبعا خلاص اتلغى. جميل، تعالى بقى نتكلم عن حاجات بسيطه. فضلنا كده ايثروبوتينج استيميتنج ايجنتس، ايه السايد افكتس؟ اشهرهم العيان بيحصل له انفلونزا لايك سندروم، الميكانيزم انون، يعني بيرسبوند للانتي انفلاماتوري دراجز، وطبعا والاهم الهايبرتنشن. الهايبرتنشن الحقيقه بيحصل في 15% من الحالات بس، وكمان اكتر مع ان انت لو اديت دواء انترافينس. هو ازاي الايثروبوتينج استيميتنج ايجنت بيعلي الضغط في العيان؟ عشان كده بقول لك لو عيان ضغطه مش، لو العيان ضغطه عالي وان كنترولد، ما تبتديش ايزا ثيرابي الا لما كنترول ضغط العيان. ازاي الايزا ثيرابي يزود الضغط؟ بكذا ميكانيزم الحقيقه. الميكانيزم الاخطر والاهم ان انت رفعت الهيموجلوبين بسرعه. حتفاء الايثروبوتينج استيميتنج ايجنت بيرفع كميه الريد بلاد سيلز، ولما ارفع كميه الريد بلاد سيلز بسرعه ده بيزود الفيسكوسيتي، ولما يزود الفيسكوسيتي يزود التوتال بريفرال ريزيستنس، يرفع الضغط. ده اهم سبب. في بقى اسباب نظريه ان بيقولوا الايثروبوتينج استيميتنج ايجنتس بيمسكوا في ليهم ريسبتورز على الارتريولز، فبيمسكوا فيها يعملوا ارتريول فازو كونستريكشن، يزود الريزيستنس فيرفع الضغط. ماشي مش مشكله، بس المهم السبب الاساسي انك رفعت الهيموجلوبين بسرعه. فبالتالي يعني لو عيان عنده ضغطه عالي ابتدي ازا ولا ما ابتديش؟ لا، اعمل كنترول الاول امن تمام، وبعد كده ابتدي الايثروبوتينج استيميتنج ايجنت وارفع الهيموجلوبين ايه، وارفع الهيموجلوبين بالراحه. في محاضره موجوده على nephrotube.com على الجزء بتاع السي كي دي انيميا، في البيج بتاعت السي كي دي انيميا، بتكلم فيها على الايثروبوتينج استيميتنج ايجنتس من منظور اخر بطريقه ثانيه. هو تقريبا نفس الكلام بس في حاجات شويه ازيد وشويه فلسفه مختلفه، هل هو صديق ام عدو؟ تقريبا نفس الكلام بس بسيستمه ثانيه ومن منظور اخر، يعني ارشحها لحضراتكم ان حضراتكم تبصوا عليها وتقروها من nephrotube.com. اخر حاجه هنتكلم عليها، جميل، بلاد ترانسفيوجن بتستخدم في علاج الانيميا. هل عيان السي كي دي بقى بما ان الايزا ثيرابي كده مكلكع وفي كعبله هنقله دم وخلاص وريح نفسي؟ الحقيقه المفروض القاعده اللي تبقى عندنا والمفروض نوصلها لزمايلنا اللي بيشتغلوا بطنه، ومعنى صح وبيبلغونا على حالات الكلى، ان احنا وي هاف تو افويد وامبوسيبل بلاد ترانسفيوجن، تجنب نقل الدم لعيان السي كي دي، لان هو غالبا ممكن هو بيبلغك قبل ما يبلغك لا العيان انيميك، فقال لك هنقل له ايه كيس دم كده لغايه اما دكتور الكلى يجي. طب ليه اتجنب نقل الدم لعيان السي كي دي؟ طبعا اكيد عشان مخاطر نقل الدم اللي احنا كلنا عارفينها، ولكن الاهم هي النقطه دي وهي الالو سنسيتايزيشن. عيان السي كي دي بتاعك ده ممكن وارد جدا في يوم من الايام هيحتاج يزرع، وخصوصا لو العيان بتاعك ده يانج ايج. نقل الدم بيعمل في العيان الو سنسيتايزيشن، بيزود نسبه الانتي بوديز عنده، هي دي كلمه الالو سنسيتايزيشن، بيزود الريسك بتاع الالو سنسيتايزيشن، وده هيقلل فرصته في انه يلاقي متبرع دم، لان نقل الدم وكترته
يزود الاجسام المضاده في جسم المريض، فبالتالي البي ار اي البانري اكتيف انتي بودي بتاعه بيعلى وما بيعرفش يلاقي ماتشنج كويس من كروس ماتشنج بتاعه مع اغلب الدونرز تلاقيه ايه تلاقيه كويس. فعشان كده اي هاف تو افويد بلاد ترانسفيوجن اس بوسيبل في عيان السكي دي عشان النقطه دي، خصوصا لو هو يانج ايج وهيزرع وهو فيت فور ترانسبلانت. حتى لو انت شايفه ان امكانياته ماديا انه ما يقدرش يزرع، مالكش دعوه، سيف ذا بيشنت او خليه في سيف سايد يعني، وبعد كده يحصل بيحصل. ولكن ساعات طبعا هتضطر تنقل الدم زي ايه، زي ما مكتوب قدام حضراتكم عن الدنايز ثيرابي وين افكتيف، لان هو عنده حاجه هيماتولوجيكال ديزيز او اذا ريزيستنت مش معروف سببه. وفي عيانين كده الحقيقه، في عيانين كده، او العيان عنده ستروك او مالجنسي، واحنا اتكلمنا خلاص عن التفصيله دي، او العيان عن جاي بينزف حادثه مش معقول اقول لا عشان يزرع اسيبه يموت من الهيموراجيك شوك يعني، تمام. او عيان عنده انستابل كرونري ارتري ديزيز او انيميا وهايبوكسيك والخلاص انستابل، ده العيان هيموت نقل له دم، تمام، ده حاجه لايف سيفنج. او العيان داخل عمليه دلوقتي والعمليه عشان يتخدر وهو لازم الهيموجلوبين يرفع، خلاص دي حاجه امرجنسي غصب عننا لازم ننقل فيها الدم. فسلكشن انا انقل الدم يبقى لازم في اضيق الحدود بالطرق اللي احنا قلناها. ماي هوم مسجز انيميا اوف سي كي دي نوعها نورمو كرونيك نورموسيتيك انيميا، وجود انيميا ثانيه معناها ان العيان عنده حاجه، وغالبا العيان بتاعك عنده حاجه ثانيه وانت في سي كي دي. في البدايه you have to exclude iron deficiency infection and the other causes of anemia before starting erythropoietin stimulating agent therapy. عوض الحديد في العيان، وهنتكلم على الكلام ده بالتفصيل المره اللي جايه قبل ما تبتدي الاذى. ما تعملش normalization للهيموجلوبين لان ده ليه poor outcomes. الافضل تخلي الهيموجلوبين بتاع العيان من 9 ل 11 او 11 ونص بالكثير. ما ترفعش الهيموجلوبين بسرعه، مش عايزين الهيموجلوبين يرفع اكتر من جرام ل 2 جرام بير ديسليتر بين مانث، لان ده هيزود الكومبليكيشنز. العيان اللي عنده اذا هايبر ريسبونسيفنس وات ايفر هي انيشال ولا اكوايرد سبسيكوينت، ريتشيك تاني الايرن بتاع العيان، الانفكشن واي اسباب تانيه من اللي احنا عرضناها اللي ممكن تعمل ريتروبوتين ستيميليتنج ايجنت ريزيستنس. اتس بيتر تو افويد بلاد ترانسفيوجن بات ذير ار سام سيتويشنز ذات may be mandatory، او التالي risk versus benefit لازم يتوازن كويس قوي. اتمنى المحاضره تكون واضحه. انا دلوقتي ان شاء الله هوقف الريكورد وهفتح الاسئله لحضراتكم، وان شاء الله خلال الاسبوع ده برضو هنحط الاسئله على الجروب بتاع الفيسبوك زي ما احنا متعودين. شكرا جزيلا لحضراتكم.